السلام عليكم مشاهدينا الكرام، ومرحبا بكم في فيديو جديد وفائدة جديدة إن شاء الله. اليوم غنتكلموا لكم على موضوع مهم جا نزولا عند رغبة أحد المتتبعين ديال القناة، وإن شاء الله نعطيكم باش تستافدوا كامل إن شاء الله من هذا الفيديو، ونتمنى نكون فيدكم في الفيديوهات السابقة. إذا الموضوع اليوم غادي يكون حول القصبة الثابتة، هو ما يسمى بالبيلوطة، الصيد بالبيلوطة أو المواسطة وأسماء كثيرة. إذن اليوم غنحاول نمدكم بعض المعلومات الأساسية جدا لأي مبتدئ باش يعرف كيفاش يصيد بهذه الطريقة إن شاء الله. والسمك المستهدف في هذه الحالة راه معروف عند جميع الرياض، ألا وهو سمك الشرغو أو الشرغوش، إضافة لسمك حلامة، سمك البوري، سمك الكحيلة، أنواع كثيرة. المهم الشرن أنواع كثيرة. إذن على بركة الله نبدأ بأول نقطة رتبتهم هنا باش ما ننساش حتى نقطة إن شاء الله. غنحاول نعطيكم المعلومات الكافية إن شاء الله بلا ما ننسى، كنتمنى. إضافة إلى أنه راه ما يمكنش نوفي في الموضوع كامل، غنحاول نعطيكم بسرعة لأنه هذا الشيء فعلا راه ما كيكفي لا ساعة لا ساعتين كتاب وما يكفيهش. غنحاول نعطيكم معلومات مجازة وإن شاء الله تستافدوا منها. إذا أول حاجة اللي كنستعملوا كنستهدفوها كنشوفوا القصبة ديالنا. نوع القصبة مهم جدا في طريقة الصيد، يعني القصبة ضروري تكون أول حاجة ما بين 6 و 7 أمتار. كنفضل المبتدئين 6 الأمتار كافية باش يتعلموا، لأنه حتى طريقة الصيد تاعهم كافية فيها 6 الأمتار، من بعد نقول لكم علاش. إضافة القصبة ضروري يكون الراس تاعها واقف، لأنه كيساعدنا داك الراس الأخر يكون واقف، لأنه باش الحوت ملي كيشد الطعم كترد فيه الراس، كيرد في السمك. يعني تكون قصبة، أحسن حاجة تكون جديدة، خليونا من القصبات المستعملة الإخوان لأنها كتلقى عيات، أغلب الراس تاع القصبات القديمة كيكون عيا. والثمن تقريبا ثمن القصبة ممتازة كيبدا من 800 درهم الإخوان، ما يكتبش عليكم شي واحد. كاينين 600 كربون ولكن المتانة شوية، يعني 800 درهم تجيبوا قصبات ممتازة. ومن الأحسن القصبات اللي كاينين نعطيكم بعض الأسماء ممكن تفوتكم، ما تعرف. المهم تبيتوا تسجلوها، المهم بحثوا عليها راه مزيانين. كاينة قصبة ديال سبيسيال بيلوطا، هذه ممتازة الإخوان، سميتها سبيسيال بيلوطا، كتكون تيليسكوبيك. المبتدئين الإخوان حاولوا تصيدوا بالتلسكوبيك اللي كتجمع القصبة، اللي كتجمع وحدة في وحدة في وحدة في وحدة حتى كتجمع، لأنه كاين قصبات أخرى احترافية كتكون قطع كثيرة، 7 القطع 6 القطع، هذيك صعبة في التركاب ديالها وثقيلة نوعا ما. هذه غتكرفسكم الإخوان، من الأحسن تشوفوا دائما تلسكوبيك لأنها سهلة وكتجمع يوتيل، زعما مفيدة جدا للمبتدئين. إذا كاين سبيسيال بيلوطا، كاين زنزن حتى هي معروفة راه زوينه، كاينه ابو غارسيا حتى هي جوده جيده ديال اسبانيا، كاينه غاربولينو حتى هي ممتازه جدا، كانت عندي الله يعمرها دار، كانت عندي ضيوه حتى هي ممتازه. وكاين في النوع القديم كاينه ديك اركا، كانت عندي حتى هي غير ثقيله شويه ممتازه جدا. واش نقول لكم الاخوان، وكاين اللي كيصيد في نوع القصبه ممكن نصيدو حتى بالعاديه باش ما نصعبوش الامور الاخوان، راه كاين القصبه العاديه ديال 5 متر تصيد بها ممتاز الشغل البيلوطا. غير في هذه الحاله الاخوان كيكونوا كنصيدوا في بس بالبوشون او سميتو بالفرشيه والغماز، يعني هذيك كنصيدوا به ضروري لانه كيساعدنا باش يمشي الطعم يبعد شويه لدخل الداخل، نبعدو من الاحجار كنلحو شويه باش كيبقى، وكنصيدوا بالغماز راه نفس الطريقه تقريبا الاخوان. ديك الساعه كنشوفو كنعبروا المسافه ديال الغرق ديال الفوندو ديال البحر كما وريتكم سابقا الطريقه، كتعرف المسافه اللي غتحط فيها الصناره بين البوشون والصناره. اذا هذه هي النقطه الاولى باش ما نطولش عليكم، شطرسي طولت بزاف الفيديو ما بيتوش الصراحة يكون طويل، لأنه الناس كيعاتبوني ما عرفت علاش، كيقول لك لا الفيديو طويل لو كان الفيديو قصير، ولكن أنا كنضمر ما تكملش الفائدة إلا ما كانش الفيديو كامل ومكمول. أنا ما كيهمنيش أنا كيهمني الناس اللي بغاو يستافدوا، اللي بغا يطلب يمشي ما كاين حتى مشكلة الإخوان، أنا بغيت الناس تستافد، يعني داكشي اللي عندي كان بينوصلو كما هو، هذا اللي كاين الإخوان. إذا الشيء الآخر هو الماكينة، الماكينة
ماشي مشكل الإخوان، تكون عادية جدا، لأن خدمتها ثانوية جدا في هذا الصيد، نوع الصيد. أنا كنخدم بهادي، هادي راه صافي عيات عيات مسكينة، ولكن راه ممتازة فايكينغ، هادي راه جودة ممتازة، هادي ممكن تاخدوها مستعملة ماشي مشكل، هادي خديتها مستعملة تبارك الله، راه طولات عندي الحمد لله، يعني جودة كما بتكون ما كاين حتى مشكل في الماكينة، أو هذه ما عندها مشكل نهائيا الإخوان. كتنفعنا الماكينة فقط باش نجمعوا السبيب وهذا، أما الصيد راه ما عنده علاقة، لأن الماكينة ما كنعتمدوش عليها في الجمع، إلا شدينا شي حوتة مثلا سمكة راه ما كنعتمدوش على الماكينة، كنعتمدوا غير المسافات، الخيط كتكون تقريبا المسافة ملي كنطلع كيكون الخيط نازل، والقصبة ملي كنطلعوا القصبة كيجي لنا الخيط، هذا هو الصيد ديال البيلوطة. إذا ملي كيكون الحوت حاصل فيها راه ما كتجمعوش بالماكينة، كتجمعوا غير كنطلعوها. إذا واش كيوقع ملي كنطلعوها هكا كنلقاو الحوتة نازلة لينا على الصخر باقي نازلة، راه ما كنحاولوش نهزو القصبة بجد، راه كيتهرس الراس الإخوان، انتبهوا بزاف من هذه النقطة، لاحظتها بزاف في كثير من المبتدئين كيتهرسو من القصبات بهذه الطريقة، لأنه كيشد حوتة ملي كيبي يطلعها كيلقى المسافة بعيدة شوية باش يوصلها للحجر، كيهز القصبة بقوة راه كيتهرس الراس على حساب الثقل. إذا أفضل طريقة هو كنجرو الخيط بحال القصبة بحال هكا، والخيط هو هذا فيه الحوتة، اسمحوا لي على الرسم. اذا ما كنهزوش هذا الراس، راه كيتدرس الى هزيناه بقوه، اش كديروا؟ كاين هذا الخيط هو هذا، كنسحبوه من هنا، ها الماكينه كنسحبوه من هنا بيدينا، كنسحبوه كنجروه باش كيطلع مباشره، راه كيطلع من هنا، ملي كنسحبوه بيدينا من هنا كنجروه راه كيطلع حتى كتوصل هذه المسافه معينه، وكنطلعوا القصبه ديالنا. هذه هي الطريقه الاخوان، كنحاولوا ديما نسقيو هذه الطريقه، ولا كنسقيو ولا كنحلبوا السبيب على حسب كل منطقه اش كيقولوا ليها. الطريقه ممتازه الاخوان، سهله وكتسهل الامور، كنحاول نعطيكم ببساطه كما العاده الاخوان. ونقطه اخرى الاخوان، البحر ما عمرنا نعطيوه بالدار ولا ننساوه، راه دائما دائما الاخوان كتكون واحد الموجه خطيره كتغفل، يعني خص ديما عينينا في الماء، هذه ما نسوهاش الاخوان نهائيا، ما نسوهاش هذه كنقطه تذكرتها. اذا النقطه الثالثه الاخوان هي الملابس، الملابس راه باينه، لانه كنشوف بعض الاخوان كيجيو بالصندله ماشي حذاء، يعني ديال المنزل هذا وجاي يصيد، راه مستحيل الاخوان، راه الحجر صعيب كيكون الزلق، اول حاجه كاين الاحجار زالقه، اول حاجه، ثاني حاجه كاين احجار حاده، ثالث حاجه الكعب ديالنا ما كنحميوهش، يقدر نتاكلو نتفدعو، يعني كاين مشاكل كثيره، وبينا نهربوا من الموجه، راه ما يمكنش تهربوا انت لابس صندالة، راه مستحيل، خص ترجع للورو هذا، يعني من الملابس اول حاجه الحذاء، يكون حذاء ملائم وما يكونش كبير علينا، يكون مناسب جدا، اضافه الى واقي من المياه، يعني اللباس من الفوق يكون واقي من المياه، لانه كيكون رشان وهذا في البيلوطه معروفه، يعني كيكون واقي يكون مزيان، اضافه بالطبع القراب او سميتها حقيبه معلقه كتكون في الجانب، كنديروا فيها الطعم، كيكون منطقه فيها الطعم، وكنرمي فيها الحوت، هادشي اللي كنهزو معنا الاخوان، لانه كيخصنا نكونوا خفاف في الراس تاع البحر، ما نكونوش هازين شي حاجه نهائيا. اذا وكنصيحه غنجيو للنقطه الرابعه الاخوان باش ما نطولوش، الزمان والمكان. اذا احسن حاجه الاخوان في الصيد بالبيلوطه، خصوصا هنا كنتكلم دائما مع المبتدئين، لان المحترفين عارفين اش كاين، انه كنفضل يبداو في الزمن، يبداو في الصيف، لانه في فصل الشتاء ممنوع الاخوان ديروا البيلوطه في الصيف، لانه البحر كيكون غدار وخطير جدا، يعني احسن حاجه تبداو في الصيف وكل الجو ملائم والبحر طايح، ماشي مشكل، ما تقلبوش على السمك الكبير من البدايه الاخوان، راه كما كيقولوا نقطه نقطه كيحمل الواد، يعني ما تبحتوش على السمك الكبير مباشره، تعلموا في الاول مع الاسماك الصغيره بحال الكحيله بحال الشخار، اسماك صغيره شرغو مشطي، المهم تعلموا في اسماك صغيره، هذا هو الاساس الاخوان، ما تعتمدوش تقلبوا دائما على الحوت الكبير، لانه الاول نتعلموا بعدا ضروري. المكان الاخوان، نكملوا في الزمن، الزمن قلنا الصيف، وايضا بالليل، الليل ممنوع البيلوطه الاخوان بالليل، ممنوع منعا كليا المبتدئين، لانه خطيره جدا، راه يقدر يتاكل بشيتي، راه صعيب الليل، الليل خطير،
يعني البيلوطة أحسن حاجة الفجرية لفوق، الصباح راه هو أحسن وقت أصلا في البيلوطة. إذن المكان هو نقلبه على مكان ما يكونش خطير، هذه راه معروفة، ولكن أحسن حاجة يكون آمن جدا من الغدر ديال الموج، ما يطلعش علينا الموج على غفلة، يدي لنا أبسط حاجة، يدي لنا غير الماتيريال أو المعدات، يعني نحاولوا نكونوا في مأمن دائما. البحر هنا الحجر طالع شوية بحال هكا، نكونوا هنا يعني ما نكونش مقادين معاه لأنه صعيب، يعني نحاولوا دائما حتى إلى جا الموج ما يغفلناش، نحاولوا نكونوا في مأمن. أول حاجة المأمن الإخوان. إذا نوع الخيط في الماكينة كندير غالبا، أنا بالنسبة لي كندير بين 30 و 35، يعني 35 إلا كان البحر قاصح كندير 35 باش كندير ترقيعة ديال 30، ديال 30 مليمتر في الترقيعة ديال الصنارة. إلا كان البحر مزيان ملائم كندير في الماكينة كندير فيها 30، وكندير ترقيعة من 26 حتى 22، وغالبا كندير 24، هذه أغلب الأحيان كندير أنا ترقيعة ديال 24، كتجيني مناسبة جدا. وبالنسبة لواحد النقطة في التقنية الإخوان، نجيو للتقنيات. في التقنيات الإخوان ضروري الرشان، بغيتي تصيد البيلوطه ضروري من الرشان، ما رشيتيش البحر ما كاين والو الاخوان، ضروري ترش. كناخدو مثلا الرمل ونوع نوع الطعم اللي غنصيدو به، مثلا نقولو نصيدو بالعجينه ديال الروبيان، راه ديجا داير الفيديوهات ما تسولونيش على عجينه الروبيان، عجينه بلح البحر، دوك كلشي العجينات راه درناهم في الفيديوهات. اذا كناخدو مثلا الروبيان الكروفيت، كنفرتوه مع الرمله خاص، كنكثروا الرمله شويه والكروفيت، كنزيدو زيت الكروفيت راه حتى هي درناها زيت الروبيان، وكنديرو كرة وكنلوحو غير حدانا تحتنا في البلاصة فاش كنصيدو بالضبط، كنلوحو كنرشو وكنخليو 30 دقيقة، يعني كنسبقو أول حاجة إلا وصلنا المصيد كنديرو الرشان كنرشو، عاد كنمشيو للقصبة وكنقدوها ونسرحو القصبة ونديرو السبيب ترقيعة ونقدو الأمور ديالنا بما نكونو جلبنا السمك. هادي ضروري الإخوان، لأنه الصيادة بدون رشان راه ماشي صيادة، كما كيقولو الإخوان القدام، الصيادة بلا مراغة ملاغة، يعني الصيادة بدون رشان راه غير تفلية ماشي صيادة، ضروري جدا الرشان الإخوان. وكاينين إخوان أخرين كيديروا خنشة، يعني كيس كيملؤوه بالرمل ومخلفات وهذا والرائحة والزيت، وكيعلقوا فتحتهم مباشرة مع الخيط. أنا ما كنفضلش هذه الطريقة، ما عرفتش علاش، ما كنفضلهاش نهائيا، أحسن حاجة عندي هكا كتجيني ممتاز جدا وجميلة وكنحس براسي محرك. إذن هذه الطريقة اللي كاينة الإخوان. وبالنسبة لأنواع الصيد، راه كاين الصيد بالكراشة، يعني الفيزكا، هذه السنارة الثلاثية، هذا كاين هذا النوع الصيد، وكاين الصيد بالصنارة بالطبع بحال هكا، الصنارة هذه كنديروها إلا كنا غنصيدو بالدود بالروبيان، يعني راه ممتازة جدا، ضروري الصنارة، ما كنديروش الكراشة، الكراشة كنديروها فقط في حالات الصيد بالعجين كما كنعرفوا يعني. وفي الخيط كنحاولوا ما نديروش الرصاص، الرصاص كنحاولوا نتفادوه في البيلوطه، سيرتو الا كان البحر، خصوصا الا كان البحر طايح نتفادوا الرصاص، كنديروا البيلوطه ديالنا فيها نغزه زيدا نغزه شويه للرمل، لانه الرمل كيتقل لنا العجينه شويه باش تهبط للاسفل، وملي كتهبط كيكون الخيط راه باين هنا كنعرفوه راه واقف في الخيط، ملي كيمشي الطعم راه كيترخى لينا الخيط، اون فوا كيترخى الخيط كنعرفوا راه الطعم مشى. اذا وإلا كان البحر قاصح مثلا مجهد شويه وهذا، كنحاولوا نديروا رصاص صغير بحال هذا الشكل، كتعرفوا هذا النوع الرصاص اللي كيتسد كيتقرص في الخيط، هذا اللي كنديروا الاخوان، يعني بسيط للغايه. اذا وكاين سميتو اللي كيصيد بالصناره العاديه، كنديروا الصناره وكنحاولوا نديروا رصاص صغير، يعني 5 غرام، 5 غرام ما نفوتوهاش الاخوان، كتجي ممتازه، يعني ما بيتش نقول لكم صيدوا بالخاوي وهذا، المهم صيدوا بخمسة غرام الصنارة العادية، ديروا 5 غرام باش تصفوا تبعتوا شوية على الحجر وتصيدوا مرتاحين. هذا اللي كان الإخوان، بلا ما نطول عليكم أكثر، وكنتمنى تكونوا استفدتوا معنا، إلى فيديو آخر إن شاء الله الإخوة الكرام. شكرا جزيلا على المتابعة.